اتفضل يا فندم. سيدي عمرو ابراهيم فندم ادت في الماء جمال سيدي فندم. انا حكيت وقف السؤال على قد السؤال. قتلت ولا قتلت؟ بس مش متعمد. يا حسين شربت معاهم؟ كنت معاهم في الكليه ولا لا؟ لا يا فندم. ها؟ لا يا فندم. الاول اعترف بالقتل وقرر انه لم يكن متعمدا. كنت في حالة دفاع شرعي يا فندم واثبتها في التحقيق. ماشي. وقف عادي، عايز تتكلم تتكلم. ماشي. تتكلم. وأنكر ثاني أنه ساعد المتهم في الواقعة في القتل. نيابة. أول حاجة. بلاش صوت، بلاش صوت، بلاش صوت. اتفضل. اتهامات ثلاثة. أنما في يوم 22/6/2022 تأكيد مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة. الاتهام الأول قتل المبني عليها شيماء جمال سيد فهمي عمدا مع سبق الإسراف بأن عقد العزل وبينته على إسهاق رفيعه. لذلك تهديدها المتهم الأول بإفشاء أسرارهما، فأضمر في نفسه التخلص منها وعرض على المتهم الثاني معاونته، والذي قبل نظير مبلغ المال وعده به الأول، إذ وضع لذلك مخططا اتفق فيه على استهلاك مزرعة ناعية لقطفها بها، وإخفاء كتمانها بحفرة فيها، واشترى لذلك أدوات الحمل لحفر قبرها. وأعد مسدسا وسلاسل خشبية وقطع قماشية ومادة حارقة لإحكام قتلها وشل مقاومتها ونصب جثمانها وتشويه معالمها. في اليوم الذي حددناه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول سوق المسرح. سوق بدعوى معايناتها لشرفها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها ومخططهما. ولما ظفر هنالك بها باغتها المتهم الاول بضربات على راسها بمقبض مسدس، فافقدها اتزانها واسقطها ارضا، وكتم مطبقا عليها يديه وقطعه قماشيه حتى كتم انفاسها، بينما امسك الثاني بها لشد مقاومتها حتى ايقن وفاتها، محدثين بها الاصابات الموصوفه بتقليل سبق التشريحي والتي اودت بحياتها. ثم ظل جثمانها بالخيوط والسلاسل وسلكاه الى القبر الذي اعداه، وسكب عليه الماده الحارقه لتشويه معالمه على النحو المبين بالتحقيقات. الاتهام الثاني سرق المصادر الذهبيه المبين وصفا بالتحقيقات والمملوك المبني عليها سالفه الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. الاتهام الثالث هذا واحرصه ادوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص كبنبه، مادة حارقة، قطعة قماشية، سلسلة حديدية بغير تسوق من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالاحتفاظ. اتفضل. عايز تقول المواد؟ عايز تقول المواد؟ اتفضل. عايز تقول المواد؟ دي بس تحتفظ بحقها ويتم إنشاء الجرعة الشهرية في النيابة. اتفضل. مدعي مدني، حد مدعي مدني يا محمد؟ ايوه انا الرئيس. شد درسنا؟ انا الرئيس. سيد الرئيس الجليل، الحاضر عن والد المبنى عليك. احنا بندعي مدنيا المبنى. حضر احمد السيد. المبنى. بندعي مدنيا. سياسة مدنية في مواجهة المتهمين الحاضرين
بمبلغ 500,000 على سبيل التعويض المؤقت، وذلك في مواجهة المتهمين. طلباتنا معاليك يا ريس التصريح بالاطلاع على اوراق ملف القضية. احنا لحد دلوقتي ما تمكناش من الاطلاع معاليك يا ريس. شكرا معاليك يا ريس. مين حاضر على الام؟ معاليك يا ريس.